أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة والتي تدعونا للتوقف قليلا على البرامج التقشفية التي تصنها الدول الخليجية تحديدا بعد أن بدأت تلمس تداعيات أزمة جائحة كورونا عن طريق طبعا إغلاق معظم الأنشطة الاقتصادية والتي أثرت على أسعار النفط عالميا، وبالتالي هذه الموازنات للدول الخليجية الريعية يبدو أنها ستتأثر. ماذا عن خطط التقشف؟ وهل جميعها تصب في بند زيادة الضرائب أو ربما الاستغناء عن وظائف أو إلغاء المشاريع؟ ما هي الرؤية القادمة للدول الخليجية حتى نتخطى هذه المرحلة؟ معنا من جنيف في سويسرا سيد خالد جناحي، وهو رئيس مجلس إدارة فيجن 3. أهلا ومرحبا بك معنا دائما على شاشة CNBC عربية. أهلا وسهلا، دائما طبعا احسن من قرب بس من بعد كمان كويس. كل شيء تمام، ما زالت نستطيع ان نجري يعني حديثنا دائما بكل الطرق. اسمح لي بدايه ان اتحدث معك عن الموضوعيه التي سنتوقف فيها اليوم على ندوتنا، والتي ستحدد الاطار العام لاستراتيجيات الدول الخليجيه تحديدا التي تعتمد في موازناتها على اسعار النفط، ووضع اسعار النفط يعني كانت حسب تصورها بحدود الستينيات ولكنها تتفاجأ بأسعار نفط دراماتيكية. بدأنا نسمع بسياسات تقشفية، زيادة ضريبة القيمة المضافة، إلغاء الكثير من المشاريع، سمعنا عن وظائف تفقد، قطاعات بالكامل تفلس وغيرها الكثير. هل سننتظر الأسوأ قريبا؟ أولا على أساس ندخل في الموضوع لازم نشوف إحنا الوضع اللي إحنا فيه اليوم، الوضع الصحي، يعني موضوع ما يسمى بالكوفيد 19. يعني لو بدأنا، وطبعا انتم ما شاء الله يعني في CNBC لو شفتي كبار الاقتصاديين الذين يتحدثوا في CNBC في امريكا وبريطانيا ولا في بلومبرغ ولا في فوكس بزنس ولا في CNN، لو شفتيهم من نصف فبراير لحد اليوم اسبوع ورا اسبوع وعملتي جراف بتشوفي ان تذبذب حتى في طريقة تعاملهم مع الوضع في المستقبل. لسبب بسيط جدا، ان ما في احد عارف بكره حيكون ايش، ما حد عارف ان متى الازمه الصحيه ستنتهي. فيستحسن الدخول في موضوع النقاش في الموضوع ذي على اساس ان احنا سنعيش مع كوفيد 19 في المستقبل القريب والمتوسط، وان شاء الله لن يكون المستقبل الطويل، بس انما المستقبل يعني خلال سنتين 3 لـ4 سنين سنعيش هذه المصيبة اللي احنا فيها. طبعا يجب ان نتعايش مع الموت. طبعا الذي حصل، واحنا لو تكلمنا عن فقط كالعالم ككل، يعني المشكلة ليست مشكلة اللي حصلت في سنة 2008. الأزمة المالية كانت أزمة خلقت من الإنسان وصارت مشكلة، انما الأزمة هذه طبعا في conspiracy theories على أفهم من يشيل، خصوصا في السوشيال ميديا، على اساس ان ازمه طبعا خصوصا في سنه السنه هذه في انتخابات بين كل الدول، فموضوع ان في كونسبيرسي كذا موجوده، ولكن الواقع ان هذا اللي حصل ليس بخلق الانسان. فاحنا جينا على مشكله كبيره، توقف كل شيء اوكي اليوم توقف، لان الموضوع ليس موضوع العرض انما موضوع الطلب، فكل شيء وقف على الطلب، فالطلب وقف من كل شيء. العرض موجود في كل الأمور، العرض موجود حتى لما نتكلم عن السبلاي تشين، على مشكلة إن يعني من الصين، يعني معظم مثلاً لو خذنا على سبيل المثال الأدوية، معظم الأمور للأدوية لازم نجيب من الصين عشان نشتغل. فاللي عندك إن الأزمة هذه أزمة، ليست أزمة خليجية، ليست أزمة عربية، إنها أزمة عالمية، الأزمة للجميع. طيب السؤال سيد خالد، يعني حتى لا أقاطعك، أنا أعلم جيدا ما يواجه كل العالم اقتصادات العالم، أنا سؤالي تحديدا إنه ليش اعتبرت الدول الخليجية أول كلمة سنتقشف وليست واحدة كل العالم؟ نحن سنتقشف لأنه في ظروف، أنت ذكرت ظروف الطلب كلها حتتغير، لكن إحنا بدأنا نرى أمور أخرى، وأنا أقصد تحددت في حديث اليوم الدول الخليجية لأنها تستقطب الكثير من القوى العاملة من الخارج، فموضوع إغلاق الأنشطة الاقتصادية لا يتوقف تأثيره على المواطنين، تأثيره يأتي على الوافدين، تأثيره يأتي على الرواتب، على البرامج الحكومية، وأنا أتحدث تحديداً عن دول خليجية تتوسع في برامج التنمية لديها، هذا هو مقصدي. هل موضوع برامج التقشف
فقط مرتبط بأزمة عالمية، أزمة جائحة كورونا، وكونه أسعار النفط أيضا متراجعة سيكون ضعف التأثير عليها، وحتى مع عودتها لفتح الأنشطة الاقتصادية ستحتاج إلى ليس شهور وقيل أعوام حتى تقف من جديد هذه النشاطات على أرجلها. طبعا أنا لا أقول الكلام هذا كخارج جناحي، إنما قيل من بعض الوزراء المالية في الخليج ووزراء مالية خارج الخليج. شوف المشكلة إن في الخليج إحنا كان عندنا مشكلة قبل الكورونا. لا ننسى إن في 2020 يعني لو خذينا الخليج ككل الست دول، العجز للست دول كان يعني حسب الميزانية كان على أساس يكون 105 بليون دولار لكل الست دول. البلد الوحيد اللي كان على أساس بيكون ما يكون فيه عجز كان يعني فائض قليل كانت قطر، إنما كل البلدان مع بعض كان 105 بليون دولار. اليوم نتوقع حسب ما نتوقع اليوم على أساس إن البترول سيكون على 35 دولار لآخر 6 شهور، يعني الأفريج يكون 35 دولار. نتوقع وإن الحزمة أي طبعا قبل ما نأخذ في عين الاعتبار الحزمة المالية الجديدة التي الدول هذه ستدخل فيها يعني مثلا السعودية دخلت 180 تريليون ريال اوكي في الأزمة او المليار ريال في الأزمة في الحزمة الأولية اللي عملوها. في الحزمة الثانية قادمة كانت في السعودية والكويت والبحرين كل الدول الخليجية. فلو شفنا اليوم على أقل تقدير بيكون العجز من 105 بليون إلى تقريبا 300 بليون دولار. لو خذينا في عين الاعتبار في نفس الوقت ان في طبعا الاي ام اف عملوا دراسه في طلعت في فبراير قبل يعني قبل موضوع الكورونا على اساس ان اذا الدول الخليج ماشي على نفس النمط اللي ماشي عليه اليوم ست دول ال 2 تريليون دولار الاحتياطي الخارجي اللي عندها سيتبخر في سنه 2034. هذا حسب تقديرات الاي ام اف وليس صندوق النقد الدولي، ليس تقديري انا، موجود مكتوب هذا اذا استمرت في نفس يعني خطط الحل. لا 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 هو كانت على اساس الظرف اللي كان قبل الكورونا. نعم. ما بعد كورونا يعني واحنا عايشين في الكورونا توقعات ان هذا يعني من 34 سنوصل على 26 او 27 سنه يعني سنه 27 الاحتياطي خلص. لو سمعنا الى مثلا الاخ محمد جدعان لما تكلم في موضوع لا سمي تقشف انما الكل اليوم بيشتغل على الموضوع خلينا وقال شد الاحزمه متكلم في الموضوع هو قال احنا محظوظين الدول او محظوظين كالسعوديه. وطبعا يجب لما نتكلم عن الخليج يعني المهم هو السعوديه في نهايه المطاف. نعم. المهم من ناحيه العدد، من ناحيه القوة، من ناحية كل شيء هي السعودية. إذا أي شيء يصير للسعودية لا سمح الله راح يكون له تأثير على جميع الدول الخليجية، وليس بالعكس صحيح، إنما إذا السعودية تأثرت تأثر على الآخرين. نعم. فأحد الأمور أتكلم فيها طبعا دفاعا عن الوضع لأن إحنا محظوظين إن عندنا احتياطي كبير. ممكن إن إحنا يعني مثل ما تفضل انه يكفر العجز خلال الفتره هذه بوجود الاحتياطي. نعم. لو خذينا الاحتياطي نفس كلام الوزير الجدعان. نعم. الاحتياطي سيتبخر بالسرعه اذا احنا ماشيين على الطريقه هذه. ففي لذلك اختار انه يعني او اختارت دول خليجيه ان تبطئ في عمليه استهلاك ربما هذه الاحتياطيات او تخطي حدودها او تكون تعاند الكون في اللي بيحصل. هو بالعكس احنا الدول شئنا ما بين الدول الخليجيه احنا دول استهلاكيه. يعني احنا لسنا بالدول يعني غير البترول ومنتجات البترول. ايش عندنا ايش شيء اخر اللي احنا شيء يعني عندنا شيئين اللي يجيبون لنا على تقولون الفورن كرنسي البترول مشتقات البترول، والشيء الثاني مثلا دبي والسعوديه من الدول المحلين الوحيدين اللي بنشوف فيه هذه اللي هو موضوع ما يسمى بالسياحة. السياحة بتجيب لك الدولارات للبلد، السياحة بتجيب الدولارات والبترول بتجيب. نعم. لك مشتقات بتجيب الدولارات. طبعاً اليوم ما في سياحة. أوكي. الحين سياحة ما في. وعلى أساس السياحة ترجع إلى ما كانت عليه سيأخذ وقت طويل جداً، وليس إن بكرة وبعد بكرة، وحتى كل الأمور المتعلقة بالسياحة فيأخذ لها وقت طويل جداً على أساس ترجع إلى ما كانت عليه.
زين مثل ما تفضلتي في البداية، حيكون لن يكون شهور ولن يكون عام أو عامين، سيكون أعوام لنرجع إلى ما كنا عليه. ففي الفترة هذه جبت نقطة مهمة جدا، عساس ما أنسى حبل أفكاري في الموضوع، أن الاقتصاد الخليجي ككل هو تريليون وستمائة بليون دولار، والمعظم هل تريليون وستمائة بليون دولار قائم على العمالة الوافدة في كل الدول الخليجية. اوكي، هو جزء لا يتجزا من الاقتصاد هذا. اوكي، فموضوع ان اليوم لان العماله الوافده، لان كل شيء وقف، فهذه العماله الوافده ما منها فائده انما هي عبء. يعني خلينا ناخذها بطريقه الكلام اللي بيصير في سوشيال ميديا بين بعض الناس، انما عبء على الاقتصاد. اوكي، وفي نفس الوقت عبء على موضوع الصحه، لان 6 7 مساكين في نفس الأوضة، وبعدين ينتشر الكورونا. فيجب أن لا نلوم الآخرين على ما هم فيه، يجب أن نلوم أنفسنا إحنا يعني كاستراتيجيين وكحكومات، إن خلينا الوضع يكون اللي إحنا فيه. فإحنا صراحة أسمع كثير عن موضوع 70-30، إن اليوم في بعض الدول الخليجية في 70% عمالة أو الوافدين و30%. يعني رؤية الكويت مختلفة عن نظرة الإمارات، مختلفة عن السعودية، قطر تختلف، البحرين مختلفة. أنا لا أريد أن أسمي دول بأسمائها، أنا أريد أن أتحدث عن دول طول موضوع أنها معتمدة على النفط، وإحنا شفنا أول أزمة عالمية تؤدي بشكل دراماتيكي وسريع إلى التراجع اللي شفناه في أسعار النفط، وشفنا تأثير إغلاق الأنشطة الاقتصادية على كل العالم. أنا اليوم خليني أرجع سيد خالد وأسأل، ليش أول تصرف كان بعد ما شدينا الأحزمة، ثاني تصرف كان برفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 على سبيل المثال، نتحدث عن السعودية يبدأ تطبيقها يوم الغد، وهذا عبء كبير جدا. أنت عم بتضر وبتضرب القوى الشرائية عندك في الداخل، أنت بدل ما تشجع التجار وتشجع المصانع وتشجع البلد اللي بتستورد وبتعمل إنها تحرك المشتريات والطلب، أنت تضعف عندك هذا الموضوع. فإلى أي حد وممكن يكون في تضرر في هذه السياسات مش استفادة؟ خل نرجع إلى 2008، طريقة تعامل أوروبا أوكي وطريقة تعامل أمريكا مع الوضع اللي صار في 2008. أوروبا راحوا على طريقة معظم الدول الأوروبية على التقشف، وإنما أمريكا راح على موضوع النمو. لو نتذكر يعني هذا ليس بتاريخ بعيد، تاريخ قريب، فلو نشوف أن أمريكا طلعت من المصيبة عن طريق النمو وليس عن طريق التقشف، إنما الدول الأوروبية عملت تقشف، ولاحين لليوم هذا عايشة التقشف، يعني ما تقدر تطلع من مشكلة التقشف. فبدون النمو صحيح، فالاستثمار يجب أن يكون في النمو وليس في التقشف. إنما التقشف يعني كثير من الناس يستغربون طبعا عن لماذا التقشف وليس في الاستثمار في النمو، وليس إن ليش ما نخلي احنا معظم الاستثمارات والحوافز في النمو بدل ما احنا نروح على التقشف. في نفس الوقت أسئلة تسأل، في نفس الوقت لما نشوف الاحتياطي مثلا السعودي وغير السعودي في تنازل مستمر، مثلا احنا عارفين كم فلوس طلعت من الاحتياطي الأجنبي إلى مثلا في السعوديه الى الكي اي اف، الى صندوق ثروات في السعوديه، اوكي، صندوق الاستثمار العام، اوكي، يعني كم طلعت هناك. فالواحد يفكر وكل الفلوس هاي تطلع الى معظمها الى الخارج في استثمارات، لان صراحه في يعني في الفتره هذه في استثمارات مثل ما يقول حلوه جميله جدا نازل اسعارها، فواحد يقول والله خلينا ناخذ لان اسعار راح ترتفع بعدين. بل هل هذا يمكن في موضوع الصندوق كصندوق سيستفيد، ولكن هل الاقتصاد الدولة كدولة من ناحية النمو، من ناحية خلق وظائف، من ناحية الاستثمار في الإنسان سيستفيد ولا لا؟ الله أعلم. بس مثل ما احنا نقول دائما نقول الشيوخ أبخص وهم يشوفون اللي احنا ما نشوفه، بس أنا اللي أشوفه يعني صراحة إن النمو في نجاح عن طريق الاستثمار في النمو لما تحصل في أمريكا، ولا أشوف استثمار يعني نجاح التقشف اللي حصل في أوروبا. يعني إحنا عشنا المحلين ونشوف مشكلة واحد مع إن فوائد الثاني في الموضوع. طيب خليني أتحدث معك بكل صراحة، يعني الوطن العربي شهد الكثير من الصراعات في الأول الأخيرة قبل ما تدخل علينا مشكلة كورونا،
فكان في عنا هجرة واضحة، وما بدأ أتكلم طلبات لجوء لأنه ما في في الدول الخليجية مبدأ اللي موجود في أوروبا في العالم، أنت بتجي تأخذ إقامة وبعدين تمنح الجنسية والفوائد اللي بتمنحك إياها الجنسية، الموضوع مختلف تماما. لو اشتغل الفرد لأربعين سنة خمسين سنة وكان مجال شغله لا، وكان سياسة البلد لا تقدم هذه الجنسيات، فهو فقد هذا الامتياز خليني أسميه. طيب خلينا نكون واقعيين، الدفة تتغير اليوم. لن أقول إنه سياسات الدول الخليجية طاردة أبداً، وأنا يعني مع إنه إذا كانت هي مضطرة أن تقنن في التوظيف وتستغني عن الموظفين، يعني هذا حق مشروع أن تكون الأولوية لأبناء الوطن، ولكن هي حسب من يخدمني في هذا الوقت وليس حسب لمن الأولوية. هل سنشهد اليوم تساؤلات داخل المنطقة العربية؟ قبل ما أذهب أنا وأتوجه بكفاءتي لأتقدم بطلب توظيف مطلوب رغم الأزمة في الدول الخليجية، لا خليني ما أضيع وقت وأروح على أوروبا، خاصة أن أوروبا بدأت كانت معلقة موضوع الهجرة بسبب كورونا، الآن بدأت تفتحها أونلاين وغيره. فهل الموضوع كونه حالياً إحنا بنمر في فترة تقشف وعم نشوف في بعض الدول الخليجية بدأت تستغني بكميات كبيرة جداً بأعداد كبيرة عن الوافدين، عندها على الأولوية كانت هم الاستغناء عنهم، حنشوف التغير القادم حيكون التوجه إلى أوروبا لكندا لأمريكا وغيرها، ولا حتحكي له هو أوضاعهم أصلاً هناك مش أفضل، لكن برجع بحكي لك، لكن في نهاية المتم في مكافأة في نهاية خدمة العمل وهي الحصول على جنسية وامتيازاتها. شوفي يعني في الأخير إن كان وافد عربي أو إن كان خليجي اليوم في نهاية المطاف، أن حتى هتشوفي خليجيين رايحين على كندا ورايحين على أوروبا ورايحين على أستراليا، يعني الواقع المر اللي سنمر فيه في المستقبل هو أن في الأخير الواحد يشوف وين الوظائف. يعني عندك، خلنا أرجع في هذه مهمة جدا، يعني في 2015 سبتمبر 2015 الأمم المتحدة وكل دول العربية جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة وقعوا مع باقي الدول في العالم على 17 هدف للتنمية المستدامة، كلهم وقعوا على الموضوع على أساس أن أنا أسميه رؤية 2030 للأمم المتحدة، أنا قالوا في 15 على أساس معظم الأمور 17 ستزول في 2030 من ناحية الفقر، من ناحية الأمراض، من ناحية تكافؤ الفرص. أحد الأمور هو تكافؤ الفرص، equal opportunities، استثمار في equal opportunities. صح طبعاً، equal opportunities في أي بلد كان يكون للجميع، بس إحنا خلنا نترك إحنا أوروبا، يعني شوف أمريكا اليوم، أمريكا معظم كبار موظفي الشركات الكبرى في سيليكون فالي ولا في نيويورك معظم يا بيكونون هنود أو باكستانيين أو أفارقة أو آخرين، لأن في نهاية المطاف هو الشخص وليس عرق الشخص وليس اسم الشخص، بقى هو الشخص. أوكي صحيح في مشكلة Black Lives Matter اليوم في أمريكا، أي شيء آخر أي شيء أمريكي بحت، إنما في ناحية العمالة في ناحية التوظيف هو الشخص الكف يحتل المركز وليس أي شخص. لو هذا الواقع، لو هذه النظرية استخدمت في الدول العربية والدول الخليجية خاصة، الأمور ستتغير تغير كبير جدا. طبعا هنا لازم نعطي إحنا الكل نفس، يعني ليس فقط تكافؤ الفرص، أنا أزود عليها الشيء الآخر هو والتنافس الشريف، يجب أن يكون في تنافس شريف في الموضوع. هل هذا متواجد؟ البعض سيقول لك نعم، إنما أنا أقول لك لا، إن في كثار مثلا في كانوا في الخليج من الوافدين ومن من أهل البلد، أوكي، ليسوا بكف في المحل هم شغالين، إن كانوا وافدين، يعني هذا مهم، إن كانوا وافدين أو كانوا أبناء البلد، يعني ما نكون فقط أبناء البلد، حتى في وافدين ليسوا بكف في المحل هم جالسين فيه لأسباب كثيرة جدا لا ندخل فيها اليوم لأن يبقى أيام للنقاش فيها. إحنا عندنا المشكلة هذه. طبعا يحصل إيش؟ يحصل بعدين إن الأشخاص الكف المتواجدين لكفاء لهم فقط أحد الأمرين، إن كان خليجي أو إن كان وافد، في نهاية المطاف الشخص الكف راح يحصل مثل ما يقول وظيفة أو محل وكذا في أي محل في أي رقعة من رقاع العالم. وصراحة اليوم طريقة التعامل وطريقة اللي احنا ماشيين فيها كلامك صحيح، أن يعني الشخص اللي بيجي على أوروبا مثلا
خصوصا في بريطانيا وبلدان أخرى. إذا اشتغل 5 سنين أو عمل ودفع ضريبة وكذا له الحق، له الحق أن يطالب بالجنسية في البلد الذي نعم. يعمل فيه. نعم. فهذه طبعا هذه من حقوق، من حقوق خمسة من حقوق الإنسان، بس صعبة في بعض الدول، حتى ليس الدول الخليجية، إن الدول العربية عامة هي صعبة جدا، وفي دول أخرى طبعا في العالم صعبة جدا أن يتوفر الموضوع الجنسية. مثل ما تفضلتي في الأخير واحد يربي أولاده ويعيش 20 سنة 30 سنة في بلد، وبعدين البلد يقول له مع السلامة حبيبي أنت عملت وروح ديارك وما نريدك. يعني هذا 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 متواجد، وهذا صراحة خطأ. وأظن في توقعاتي يعني في دراسة طبعا أنت أدرى أنت في الإمارات، إن في دراسة أظن عملتها أوكسفورد ستاديز على أساس أن 900,000 وافد أو وظيفة الوافدين في الإمارات راحت، وفي فوق 1,000,000 شخص سيتركوا الإمارات. أنا طبعا توقعاتي إن قبل الكورونا كان في ناس أوريدي بدأوا، كان في لا نسمي تقشف، إن كان في المؤسسات والشركات خصوصا عندك من الشركات يعني لو خذينا العقار، شركات العقارية في البلد كلها اليوم كانت تعبانة سابقا، يعني 3 سنوات وراء بعض الكل كان يتوقع موضوع 2020 في دبي 2020 إكسبو 2020 على أساس أن الأمور سترجع إلى ما كانت إليه أو تتعدل. للأسف الشديد قبل الكورونا الموضوع أنه كان في نزول مستمر، أسعار العقار نازلة، الأجارات أنت عارف عند عايش هناك الأجارات في نزول. اليوم المستأجر ببساطة يقول والله تأخذ كذا زين 30% من اللي كنت أدفع لك ولا أنا ماشي. طبعا الشخص المؤجر يقول لك والله جيب 30 أحسن من ولا شيء، يعني فالأمور صعبة جدا. يعني اللي عاوز أقول له إنه في شو في أمور، يعني إن كان كورونا ولا غير كورونا كانت مشاكل موجودة زين، وكانت تبعات المشاكل شفناها وبنشوفها أكثر وقت، بس للأسف الشديد الكورونا سبب مشكلة أكبر بكثير على الموضوع. خليني أتكلم شوي عن العقلية اللي شوي لازم تتغير. اسمح لي في هذا الموضوع، كان في منافسة حتى في القطاعات. على سبيل المثال أنت بتذكر جيدا لما بصير معرض للطيران تتنافس شركات بينها وبين بعض مين بيشتري عدد أكبر من هذا الطراز من الطائرات، مين عنده أسطول أكبر، حتى لو ما كانوا بحاجة بدنا نسير لوجهات أكثر. وأحياناً ما بيكون مفهوم ليش، يعني بتكون هذه الدولة في بعض من مدن دول خليجية ممكن أنا أسميها تكون نقطة محورية جغرافياً، يعني ممكن تكون هي محطة لتنقل يعني ترانزيت وغيره، ما أفهم الثاني ليش ممكن يكون عند هذا التوجه. واليوم شفنا مع أزمة كورونا مش بس استغنوا عن الكباتن وعن قائدين الطائرات والكادر الطيارين، طيارات بالكامل سكر عليها بالمفتاح وقيل هذا الطراز ما رح نشغله لأنه هذا بده أعداد كبيرة جدا من الركاب. طب من الأساس ليش كان هذا التوسع الكبير جدا في قطاعات أنا بفهم أنه كان ممكن شوي شوي نبدأ في أنه نتوسع فيها؟ هل هذا بالضرورة يعني إنسى اللي راح وإنسى اللي نتكلم عن الطيارات اللي الآن تراكمت وما بعرف إيش مصيرها حيصير؟ لو سمعنا عن معرض طائرات بعد سنتين وإن شاء الله نكون طلعنا من هاي الأزمة قبل ذلك، حنشوف نفس البذخ في عملية الصفقات الضخمة جدا. وأنت بتعرف حتى بوينغ وإيرباص لما بيعلنوا دائما نسمع اسم دولتين خليجيتين هم اللي اشتروا عدد الأكبر من الصفقات، بتكلم طبعا عن طائرات التجارية المدنية وليست العسكرية. تفضل. حتى العسكرية على فكرة إذا فكرت حتى المعارض العسكرية كان في يعني زيادة في صحيح. شوفي انت عندك يعني الموضوع الشائك الموجود اليوم ان احنا رحنا في، يعني لو ارجع قبل 30 سنة كان عندنا 3 طيران، يعني كان عندنا الكويتية السعودية وطيران الخليج، هاي الطيران الثلاثة اللي كان موجودة قبل 30 سنة، او حل اكون صادق مع نفسي 32 سنة عشان لا حد يزعل في الاماراتية اوكي قبل ما يزعل حد. قبل 32 سنة كان عندنا فقط 3 طيران، وصراحة في ذاك الوقت كانوا 3 ثار حق السوق الموجود. يعني واليوم طبعا السوق توسع، احنا نتكلم عن السوق ككل توسع، نشوف مطار دبي كم يتسع، مطار الدوحة، مطار أبوظبي، يعني هاي 3 مطارات الكبار طبعا مع
20-30 في السعودية، أن مطار الرياض خصوصا مطار جدة يعني سيستقطب كثير كثير، يعني الناس هتزيد أكثر بأكثر. بس هذه المصيبة اللي جاتنا اليوم هذه يعني زي ما يقولوا خربطت كل الحسابات، أو بالخليجي فوق حذر. يعني كل الحسابات راحت الحين، لأن ما في موضوع أنه والله أن مطار دبي راح يجيب 100 مليون ولا 150 مليون والكذا في المستقبل، يمكن إن شاء الله بعد 25 سنة نرجع على 100 مليون وكذا، بس أن نشوف هالموضوع خلال سنة سنتين أو 3 سنوات صعبة جدا أن نشوف الموضوع ذي. فلما نتكلم عن التقشف للشخص، إن كان الشخص اللي يعيش في البلد كان وافد أو كان ابن البلد، أوكي؟ صراحة كلمة ابن البلد غير، لأن في كثير من الوافدين أبناء البلد، أوكي؟ بس خلنا نأخذ أن اللي عندهم الجنسية والوافدين. زين. إحنا نتقش، إحنا الأحسن إن إحنا ندخل في موضوع اندماجات سريعة جدا. وهذا دائما كان نفس الجدعان، أساس بعد واحد يخص بالكلام جدعان. وزير المالية السعودي، نعم. يعني دائما لازم نكون ahead of time. أوكي؟ ليش ما نكون ahead of time في الأمور مثل هذه؟ يعني ليش ما ندخل في مثلا توجه سريع لاندماج مثلا 3 أو 4 شركات طيران في الخليج؟ جميل. لمصلحة الجميع. صح. لمصلحة. صحيح صحيح أن الطاقم خصوصا معظمهم من الوافدين معظمهم راح يروحوا، بس في هاي الموضوع أي واقع مر وسيحصل. إنما بيكون أحسن لي من ناحية النمو الاقتصادي في البلد أو البلدان اللي احنا بنكون فيه. فاندماجات نفس الشيء by the way، اندماجات في البنوك نفس الشيء، اندماجات في المؤسسات الصغيرة. شو أنت، إحنا نتكلم كثير عن كبار الشركات، لأن معظم الشركات الكبار هي شركات حكومية أو تدار بطريق أو طريق آخر من الحكومة. إن كان واحد أول كان يسوق سيارة الملك أو يسوق سيارة الشيخ وكذا، اليوم عنده ما شاء الله عند الملايين والبلايين، بس أنا لا أعتبر هذول أفراد صراحة هم داخلين في الاقتصاد، هذول يعتبروا جزء من 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 الحكومة. بس إنما في مؤسسات صغيرة جدا في البلدان، خصوصا في السعودية وفي البحرين وفي الكويت وفي عمان، يمكن في الإمارات لأنه قطر العدد قليل فما بتشوفيهم، بس إنه في البلدان الأربع الآخرين في كثار هذول. إحنا ننسى هذول المؤسسات، المؤسسات هذه كمان في نفس الوقت لازم تفكر في ديمومتها، أن ديمومة المؤسسات هذه هي في موضوع الاندماج وتكوين يعني مؤسسات أكبر. طبعاً إحنا مؤسساتنا الصغيرة لما أتكلم أو متوسطة عندنا في الخليج هي تعتبر مايكرو SMEs في العالم. صح. يعني they are MSMEs وليسوا SMEs. زين. فهم صغار، فهذول فيجب أن ندعمهم. عشان كده التقشف، لما ندخل في موضوع التقشف، من سيخسر؟ الذي سيخسر حيكون هذول المؤسسات الصغيرة، والذين يعتبر جزء من المؤسسات الصغيرة، وال يعني اللي سميهم الموظفين الوافدين من الخارج ومن الداخل من أهل البلد، هم اللي بيخسروا في الأخير. وبيصير الفجوة اللي تشوفها احنا، والفجوة كبرت طبعا حتى من 2008 لليوم، الفجوة كبرت كثير، ان الغني استغنى اكثر والفقير نعم فقر اكثر. زين. فقر. ولو ان الكل موقع على موضوع احد الاهداف التنميه المستدامه ان نهايه الفقر كفقر يعني، واعطاء الكل، نرجع على موضوع نتكافؤ الفرص والتنافس الشريف، كل الامور هذه احنا دائما يعني في خجل ان نناقش المواضيع، بيقول والله هذه بيزعل فلان ولا تابو ما بينحكى فيها، ولكن أنا وهذا هذا اللي خليني أكون صريحة أكثر سيد خالد. يعني أنا ألتقي فيك منذ سنوات، طبعا ألتقي فيك منذ سنوات في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس تحديدا، وأنت من الرجال يعني اللي دائما تساهم في محضرك بالكثير من المبادرات، وهذا شيء لافت للانتباه. هذا العام 2020 دشنت ضمن منصة مريم فورم، وأنا كنت موجودة يعني واستمعت إلى طبيعة هذه الانطلاقة، وأعتقد نهاية هذا الأسبوع يوم الخميس في عندكم أيضا جلسات لمناقشة تأثير جائحة كورونا COVID-19 تحديدا، والانتقال أيضا بعالم كان يحكم حكام إلى نظرة
أكثر ذكاء ربما بالنظر إلى قادة أكثر من ذلك. هل لك أن تطلعني على ومشاهدين أيضا على الانطلاق الثاني، خلينا نحكي بعد دافوس، يعني شفناك في دافوس ما كنا عارفين كوفيد شو مخبيلنا، فإيش مخبيلنا مريم فورم الآن من هذه التطورات؟ تفضل. لا طبعا، هي مريم فورم مبادرة من لندن سكول اوف ايكونومكس، طبعا جامعة عريقة جدا في بريطانيا. طبعا لما دخلنا في الموضوع على ان كان تفكيرهم ان عندهم جزء جديد من الجامعة بيتعامل مع public policies، فكان تفكير ايش بيقدموه للعالم غير عن المتواجد حاليا. فجاءت الفكرة هذه، فكرة ان مثل ما تفضلتي من from rulership to leadership، أو يعني أنا أفضل أسميها بالإنجليزي لأسباب هي إلى معنى سبحان الله، بتترجم بروح منها شيء. لا لا لا، لأن بالعربي الناس تضيع كالعادة، أوكي، بس لما من rulership، لأن أساس إنه بيقول لك إن rulership leadership across the board، إن كان في البيت، إن كان في يعني في المنزل، في المكتب، في العمل، في العمل، في المدرسة، في الشركات، في الوزارات، في يعني كل الأنظمة، إن إحنا اليوم ماشيين بطريقة إن والله نحكم ولا okay and we don't lead. فهذه المشكلة، وطبعاً مصيبة كوفيد 19 يفرجينا مدى okay ضعف الليدرشيب okay في طريقة التعامل مع الوضع. يعني إن كان بالبيت، يعني بدون، يعني أنا مثلاً في دائما اضحك مع بعض الاخوان في بعض البلدان العربيه، اقول كيف الاحوال، اقول الحمد لله مسكرين المحاكم، لان المحاكم مفتوحه الطلاق بيزيد. يعني هذه طبعا شيء يضحك، بس في نفس الوقت شيء لا مشاكل اخرى. فموضوع هو موضوع كيف ننتقل الرود ماب من الروليشيب للليدرشيب اكروس ذا بورد، على اساس في كل الجهات. ويوم الخميس لندن سكول اوف ايكونومكس بيكون اللانش اللي بيعملوه. طبعا البرنامج عندك، ويعني برنامج يعني خصوصا اليوم مع الويبينار ومع كذا مع الزوم، يعني ما في هاي التغيرات اللي بتصير، يعني اللي بنشوف لها تاثير اقتصادي ان شاء الله. يعني كان بالاول زمان عندك النص العالم تعتذر عنده ارتباطات سفر وغيره، الان كل ما عنده شيء، انت مش كل ما عنده شيء، والانترنت قوي، يلا تفضل شرفنا. تفضل. لا، والكل بيكون موجود، وما شاء الله يعني مهتمين فعلا. وفي جلسات مهمه جدا. طبعا عندي انا اهم شيء، يعني من ناحيه الشخصيه، طبعا هاي لندن سكول اوف ايكونوميك شيء عريق وشيء كبير، بس انا من ناحيتي الشخصيه دائما نقول، دائما لما في اجتماعات وكذا، دائما تشوفين خلال 15 سنه اللي فاتت، نبي دائما نقول والله we want the youth on the table، نبي الشباب على طاوله نقاش، نبي كرسي للشباب. انا اقول للاسف الشديد اليوم احنا اللي وصلنا فيه، ان طبعا انا ما اتكلم عن دول العربيه، الدول العربيه مصيبتها اكبر بكثير، بس الدول العالم ككل، لان الدول التي تطبع الاموال مثل امريكا ومثل اوروبا، تريليونات من الدولارات قاعد تطبع، نتكلم تريليونات من الدولارات ستطبع خلال الاشهر القادمه او 6 شهور القادمه. من سيدفع هذه الاموال؟ من سيدفع هذه الاموال؟ ولو جينا على دولنا احنا، مثلا دول الخليج احد الامور، طريقه طبعا لا تلوم، يعني ما حد يلوم الحكومات الخليجيه، لان اليوم الاستثمار، يعني قصدي اللي استلف الواحد من المؤسسات الكبيره بالمارجنز قليل جدا. يعني احنا شفنا السعوديه، وشفنا قطر، وشفنا الامارات، وشفنا البحرين، اوكي، واظن بنشوف الكويت، بنشوف عمان قبل نهايه السنه، اذا ما شفنا بعد السعوديه مره اخرى تروح للسوق. زين، لان يعني قيمه الفائده قليلة جدا اليوم، فممكن ياخذ، بس في نهاية المطاف واحد لازم يفكر. طيب. افكر في البحرين. نعم. بلد صغير مثل البحرين، عندهم تقريبا 39 بليون دولار، زين، عندهم يعني مستلفين من الخارج، من سيدفع هذه الاموال في المستقبل؟ هم الشباب. فعشان كذا الشباب هم مالكي الطاولة وليس الشياب. طيب. يعني وين الشباب؟ اسم الله عليك، يعني ما هذا مطلوب كمان الجراي هير، يعني ثمنه غالي. لا بس اقول لك، يعني هاي جزء
جزء من النقاش إن شاء الله اليوم الخميس سيبتدي. إن شاء الله أنا حكون مهتمة أني أتابعها، وهي دعوة لمشاهدين أيضا. أهلا وسهلا. فعلا أنا صادقة في هذا لأن شفت هذا النوع من المشاركات كيف بيكون. خليني أرجع وأخذ منك سيد خالد، وأنت يعني إنسان صريح، وأنت يعني إلى جانب أنك مؤمن أنه نرغب في أن نخرج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، نؤمن بأنه أبناء إحنا هذا الوطن الواحد، فبالتالي قلوبنا على بعض وعلى قادتنا، لأنه في مصلحتنا في نهاية الأمر. لكن كمان في تمرد عالمي رغم كل هذه الظروف، وبنشوف في نوع من الاستمرار في التفكير بأنانية، بمعنى أنه الموضوع الصحي بدل ما يكون هو الأولوية وجدنا أنه عودة وتسارع في فتح الأنشطة الاقتصادية. وشوف يعني حتى في نكتة بيحكي لك، كان في الأول الأزمة كان كورونا 1% ونسبة الخوف في العالم 99%، الآن كورونا 99% والخوف 1%، الكل بده يطلع، الكل داق الأمرين من الجلسة في المنزل ومن أنه أمور الاقتصادية مسكرة، وهالكمامة بنلبسها وبناخذ احتياطاتنا، واللي جسمه عنده مناعة الله يحميه ومن هذه الأمور وغيرها الكثير. لكن في حكومات كانت أنانية، اسمح لي في هذا التعبير، وأنا يعني مطلقة هذا التعبير وليست CNBC. يعني أنا بقصد أنه لماذا هذا التسرع؟ يعني إذا التعليم عن بعد نجح وشفنا الموضوع ممكن يتأجل، المولات مش لازم نرجع نفتحها، دور السينما، الأمور هذه كلها، نشط الأنشطة، فتح المطارات، الكل محتاج أنه يسافر لأنه في عنده أشياء ضرورية بده يسويها مش عشان السياحة. فإلى أي حد تعتقد أنه كان ممكن نستنى شوي على الأقل لما المؤسسات العالمية اللي مهتمة في موضوع اللقاحات والأدوية وجدت حل حقيقي، أما أنك تجد بالعكس أنت من أصحاب نظريته ليش خلينا نأخذ هالمناعة وتوكل على الله، ما لازم نسكر الأمور أكثر من هيك؟ أنا حاب أعرف رأيك الشخصي في هذا. لا شوفي أولاً أن موضوع سنرجع إلى ما كنا عليه قبل مثلاً شهر أو شهر ونص، أنا لا أرى الموضوع أن بنسكر سنغلق أنفسنا مثل ما كنا قبل ست أسابيع. التغير اللي حيصير أنه مثلاً بنشوفه الحين في أمريكا، أنه في أو بنشوفه كمان في فرنسا، مثلاً فرنسا مدرسة من مدرستين صار عندهم مشكلة، وقفوا المدرسة، سكروها مدة أسبوع، الأمور تعدلت رجعوا يعني. فمثل ما يقولون you deal with it as you get it and you deal with it. بس أظن أن معظم الحكومات والعالم في كل اليوم ليس بما كان عليه في يناير. اليوم الكل عارف مدى، طبعا ما عارفين وصلنا وين الفيروس هذه، بس عارفين على الأقل طريقة التعامل معه صحيا. فكانت المشكلة، أكبر مشكلة كانت إيش؟ مشكلة الأسرة في المستشفيات. يعني طبعا يعني ما يعني الحكومات العاقلة كانت تتكلم في الموضوع دايركت وليس من في الخفاء، أنا دايركت، وهذا يعني أحسن طريقة تعامل في الوضع ذي مع الناس، وأن واحد يكون معهم دايركت. وشفت أنا طبعا إحنا لما صارت المصيبة كنا بنجي في الطيارة، كان عندي طيارة على أساس جدبي يعني، وبعدين يوم اللي بطلع قالوا everything is cancelled، يعني في نفس اليوم كنسلوا كل الطائرات وكل الأمور هذه. بس لما واحد يشوف اللي صار في فرنسا لما كنا موجودين هناك، ولما جيت على سويسرا، طريقة التعامل صراحة يعني يعني الناس حتى هنا بيسموه لما قالوا عنهم إن شالوا فترة يعني موضوع social distancing المترين شالوه، إنزين، فقام الشعب السويسري قال الحمد لله نقدر نرجع للخمسة أمتار السابق، لأن متعودين برود اجتماعي كان عندهم. بس في نفس الوقت الشباب، لا تنسين الشباب، معظم الكلام على موضوع الشباب، فتحوا السوق للشباب، المطاعم، الملاهي، وكل الكلام هذه في الدول الأوروبية، فهذه بدأت سبب مشاكل. يعني العدد مثلا في سويسرا كان من 20 وصل إلى 70 على فهم في كل يوم. ففي طريق يعني في الحين بيتعاملون مع الوضع، فأنا أتوقع أن التعامل مع الوضع سيكون غير، إنما يعني يجب أن خلاص اللي كنا عليه قبل كوفيد راح. يعني إحنا تعودنا إحنا يعني خصوصاً كمسلمين أو كعرب إن لازم واحد يحضن الثاني، لازم ثلاث بوسات على الخد، يعني هاي خشم، أنت في عندك مشكلة في بوسة خشم، هذه كوفيد هاي كوفيد 100% أخذها هاي. فكل الأمور هذه خلاص، يعني هذه العادات ما راح أقول ستندثر، إنما ننساها لأربع خمس سنين. طيب. يعني
حتى واحد يحضن ابنه، يحضن بنته، يحضن حفيده، يعني كل الامور هذه بقت صعبه جدا. وأعتقد يعني انت لو موجود معنا هون سيد خالد حتشوف شيء مختلف. يعني في ناس يقول لا. والله لا ابوسك حتى لو في كورونا، يعني بعد في عندنا هذا يا اخي النظره الغريبه. لا بس شوي هاي، لان نشوف، لان كل يوم المصيبه اللي صارت ان هاي موضوع فلاتنينج ذا كيرف، كل ما اقول لك تصليح المنحنى زين. انا يعني تصليح المنحنى، اوكي تصليح المنحنى، بس واحد يكون عاقل وليس انه يقول والله تصليح المنحنى والامور ترجع لما كانت اليه. فالامور لن ترجع لما كانت اليه، يعني الكل يقول ان ما قبل كورونا ليس ما مثل ما بعد كورونا. بس خلنا ناخذ من الناحيه الايجابيه، في امور كثيره، في امور كثيره يعني حيكون سلبا بعد ما بعد كورونا على ما كانت عليه سابقا، في امور اخرى حتكون ايجابيه. يعني مثل ما تفضلت اليوم، يعني ليش واحد يسافر 12 سفريه مثلا في الشهر للعمل، اذا يقدر يتعامل من بالطريقه هذه مثلا 7 من 12، فيقلل من المشكله اللي عليه. فاحنا حنشوف بعد الكورونا ان الامور ستتغير. يعني على سبيل المثال، انت تحبين تتكلمين في موضوع العقار، فانا اقول لك العقار التجاري، توقعاتي حق العقار التجاري انه سينزل يعني بطريقه كبيره جدا، يعني الطلب عليه يعني سينزل، يعني انا توقعاتي بين 60-70% من ما كان عليه سابقا. نعم. اولا صاحب الشركه بعرف انه ممكن يتعامل بطريقه عن بعد مع موظفينه، زين عرف انه ما في سبب انه يسافرون جماعته، يقدرون يعملوا كل شيء بطريقه التكنولوجيا اليوم. اوكي، وعشان كذا الزوم، يعني لما نشوف قيمه زوم اليوم، حطوها اظن في احد الرايد، ان قيمه زوم اليوم تساوي اكبر سبع شركات طيران في العالم، زائدا الاماراتيه والاتحاد والقطريه والخليجيه وكلهم على بعض، لاحن زوم تكون اغلى من سبحان الله، كلهم على كل مصائب قوم عند قوم فوائد يعني هاي الامور. فواحد ياخذ منطلق انه مثلا اليوم، بس في نفس الوقت انت لما مثلا في اوروبا، في لندن، في نيويورك، يعني المكاتب، يعني اغلى مكاتب، اغلى اجارات في لندن ونيويورك. بس لما تاخذ انت اليوم تقولي حق الموظفيك اللي عمره 22 ل 40 سنه اشتغل من البيت، هو متعود انه يشتغل في البيت لان هناك الاجارات غاليه، ساكن مع شخص في بيت 80 متر مربع، عنده شخص ثاني او ثلاث اشخاص في 80 متر. نعم. اليوم صعبه جدا ان واحد يشتغل عن بعد 80 متر، فنشوف ان الطلب على السكن حيزيد من ناحيه المساحه. نعم. المساحه ال 40% و 50 متر و 60 متر خلاص تكون شيء من السابق، يكون نتكلم عن 120 متر 140 متر. ففي نعم. تغيرات حتصير في المستقبل حتى في موضوع مزبوط. طريقه العقار. طيب خلينا يعني ننهي هذا اللقاء سيد خالد، وعندنا امل. يعني دائما يقول اشتري الايجابيه تاتيك، واذا بتشتري الحزن او بتشتري الخساره بتاتيك، يعني هو التفاؤل دائما افضل. ما اعتقد اليوم تعاملنا مع هذه الازمه مثل تعاملنا معها كان في البدايات، اصبحنا اكثر حكمه وتقديرا شو راح يستنانا من بعدها. اليوم مخرجات التعليم يجب أن تتغير، وأنا أعود لمقصدي، لا أريد أن أخرج عن إطار ندوتنا، لأنه أكيد دائما عندنا فرص معك أستاذ خالد الجناحي لنفتح مواضيع ثانية أخرى في حلقات أخرى. خليني أرجع وأختم في موضوعنا، الدول الخليجية التي بدأت تشعر بالحامي كما يقولون، وأسعار النفط يبدو أنها بعد ما تحسنت رجعنا شفنا موجة ثانية من COVID-19 في أمريكا وغيره، رجعنا شفنا الطلب، يعني شفنا إغلاق جزئي بعد ما انفتح رجعت تسكرت الأمور، وهذا ينبئ بأنه أمور أسعار النفط بعدها مضغوطة. إلى أي حد تعتقد أنه راح تستمر تأثير COVID-19؟ وأرجو أن يكون في صراحة أكثر، وأنا هذا اللي متعودة عليه منك، لا تأثير COVID-19 على موازنات الدول الخليجية اللي حتأثر علينا إحنا، ما بقصد إحنا كوافدين، أنا بقصد إحنا كأشخاص عندنا مشاريع عندنا أفكار. إذا أنا كنت بدي أشتري بيت حأجل، طريقة تفكيري في الموضوع إلى أن تتحسن الأمور، أعطيني زمنياً، إلا إذا أنت كنت رابط زمنياً بعدة أعوام. لا شوف شوف شوف, شوف, شوف أنت قلت يعني الدول الخليجية، يعني لو خذناهم على كلهم على سبيل المثال، ودائماً أنا أتكلم عن السعود، خلنا نأخذ أكبر دولة وأصغر دولة، السعودية والبحرين، لو خذناهم طبعا الباقي في الوسط، الدول الخليجية أنا أتكلم من ناحية الحجم وليس من ناحية العدد، البحرينيين يزعلون مني لأن عددهم أكثر من الإماراتيين والقطريين مع بعض، يعني بس
بس انا اتكلم عن موضوع زين، اتكلم عن موضوع المستقبل. احنا لو نشوف المشاكل كانت قبل الكوفيد، كانت في مشاكل اقتصاديه قادمه، وكان في كلام، وهاي صراحه صريح الكلام، ان موضوع تنويع مصادر الدخل نتكلم فيه صارنا يعني سنين. ولما نشوف ان حتى بعض المسؤولين كانوا يتكلمون لقد انا الاوان ان خلاص ان نطلع من دول ريعيه الى دول حديثه، بما معناه ان خلاص ان الحكومه لن تدفع لكم، بالعكس انتم لازم تدفعون للحكومه. وهذا اي واقع، واقع العالم ككل. بس هناك شيء اخر نسوه في الموضوع هذا، واشوف الحين تمهيد مثلا في البحرين بمهدون. انا دائما لما اسمع اعضاء مجلس الشورى والنواب يتكلموا بجراه في البحرين، اقول هاي تمهيد لشيء جاء قادم سيحصل في البحرين. ان خلاص قانوا مثلا زياده الضرائب، كان طبعا اول ضريبه راح تزيد في مثل السعوديه، حتكون ضريبه القيمه المضافه. هاي تاثيره على الكل. موضوع شوفي، حتشوفي ان شاء الله في حياتنا نشوف ان القيمه المضافه حتزيد، حنشوف ضرائب دخل للشركات حتزيد، حنشوف ضرائب دخل انت كموظفه زين، مثل ما في اوروبا pay as you earn، نهايه الشهر سيخصم من معاشك كذا لانه ضريبه. في الخليج للاسف الشديد هذا عندي انا طريق الغلط. احنا لازم نبتدي ان من الخليج من سنه 75 لليوم، يعني اموال ثروات كبيره كبيره جدا اخذت من افراد كانوا اجانب او كانوا ابناء البلد، اخذوا ثروات بدون ما يدفعوا اي ثمن عليها من ناحيه كضريبه. يقول لك والله دفعت انا زكاه، ما زكاه، اي الزكاه دائما اقول لي واحد يقول لي زكاه بينك وبين ربك، انا ما له دخل في موضوع البلد. نعم فاحنا يعني يجب ان نبتدي نلعبها صح. فكل الموضوع هو تغيير في العقد الاجتماعي، سوشيال كونتراكت. السوشيال كونتراكت يجب ان يتغير، نغير السوشيال كونتراكت عن طرف واحد وننسى الطرف الاخر. احنا نبي ناخذ بدون ما نعطي. طبعا في تفاوت بين الدول كيفيه العطاء، لان دخل بعض الدول اكثر من بعض الدول الاخرى، فنشوف في تفاوت. انما انا اظن ان في مستقبل قادم بدل ما نروح تقشف، يجب ان يكون في ضريبه الثروات، ضريبه الاراضي البيضاء، ضريبه كذا على كبار الناس اللي عملوا اموال كبيره جدا. وانت عندك يعني على سبيل المثال، خلنا اعطيك يعني لما انا اجي على هنا على احد المشاكل اللي حصلت في الامارات، NMC شركه صح. اماراتيه راح تزيد 6 بليون و500 مليون دولار. انا بعرف اين ذهبت هذه الاموال. انا بشوف يعني احنا تعلمنا فولو ذا كاش، وين راحت الاموال هذه. فعندك انت كل الاموال تمشي وتروح زين، ونطلب من الانسان الفقير ان يدفع اوكي على اساس يكون اكثر فقرا. واحنا بعد يعني لازم يجب ان لا نخسر زين، ان كانوا من وافدين او ان كانوا من ابناء البلد، العقول زين. احنا نتكلم عن تكافؤ الفرص، انت تقولين يعني flattening the curve، انا دائما اقول flattening the curve على الريسيزم، اقول flattening the curve على nepotism. خلاص يعني خلاص ان ابن عمي ولا ابني يكون في الوظيفه، لانه هو ابني او ابن عمي، لازم يكون الرجل الصحيح في المحل الصحيح او المراه الصحيحه في المكان الصحيح، وليس ان فقط هو ابني ولا هو طبال ولا احنا ما شاء الله احنا عندنا مطبلين وعندنا العوائل، يعني هاي مشكلتنا احنا. فننسى فالكفاءه مجرده على طرف. نعم يعني في ناس اكفاء موجودين، بس معظم المتواجدين يعني انت لما قبل ما انا اروح انزل المعاشات وكذا، هل نحتاج لما طالع انا عدد الوزراء المتواجدين في الدول الخليجيه كلهم على بعض، هل نحتاج هذا الكم؟ هل نحتاج الوكلاء؟ هل نحتاج يعني لما نشوف يعني نبتدي، انت دائما بيقولوا قبل ما تقول حق الاخرين، عشان كذا انا قبل ما اقول حق الاخرين تعال انت اكل شويه اقل، انا لازم ابتدي اكل شويه. نعم قبل ما انا اقول لك انت ادفع لازم انا ادفع. فأنا طبعا باي ذا واي وراح يصير، انا اقول لك شيء راح يصير، مو لان ويفضل ان المسؤولين يعملوها لان الطريق الصحيح، وليس يعملوها لان ذا اونلي واي اوت. نعم فهذا بيكون ردي على سؤالك. اكيد
أنا الحقيقة يعني لا أمل أبداً من حديثك معنا، أنت دائماً يعني صاحب بيت في سي إم بي سي عربي، ولست طيب مرحب فيك دائماً. أتمنى لكم كل التوفيق في مريم فورم، وأيضاً في كل المشاركات التي يعني ترغبون من خلالها أن يعني تغيروا في طريقة التفكير أو حتى تنيروا في طريقة التفكير. أشكر ضيفي كان معي من جنيف في سويسرا، السيد خالد جناحي، وهو رئيس مجلس إدارة فيجن 3. شكراً جزيلاً لك. وأهلا وسهلا فيك في دبي مرة ثانية. أهلا وسهلا، شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.